السلام عليكم. فيديو النهاردة هعلمك ازاي تذاكر في تالتة ثانوي. ازاي تذاكر في تالتة ثانوي؟ كذا واحد اشتكالي وقال لي يا بلال انا مبعرفش اذاكر. يا بلال احنا بقينا في شهر واحد، بالله عليك قول لي ازاي قول لي طريقة المذاكرة ايه. بقول لك طريقة سهلة جدا، سهلة جدا جدا جدا، مش محتاجة منك تعب، مش محتاجة منك مجهود، مش محتاجة منك حاجة خالص. ماشي. اول خطوة، انا هبدأ اقول خطوات، هات ورقة وقلم واكتب معايا، الكلام ده مش هيتعاد تاني. اول خطوة قلم. طبعا كله هيقعد بقى يضحك ويستظرف، قلم ايه يا عم، ايه قلم من غيره ما تعرفش تكتب بيه حاجة. بس النوت اللي عندي قلم. واحد بقى ظريف هيجي يقول لي ايه القلم نوع ايه، اقول له اي نوع، حتى لو فرنساوي القلم بجنيه ونص او حتى باتنين، اي نوع قلم، ما تعصبونيش بقى. المهم قلم، اي قلم، تمام. ويتحدد انت هتذاكر ايه. مثلا دلوقتي انا هذاكر مثلا ايه، هذاكر انجليزي. ماشي، هتذاكر انجليزي، دي الخطوه الثانيه اللي انت تجيب الماده. الخطوه الثالثه ودي بقى اللي تركزوا فيها، فايه، في كتاب تاني كده، ده برضو كتاب، تمام، ده كتاب انجليزي، تمام، كتاب انجليزي. فايه، انت لما تيجي بص تيجي كده تحس كده عليه، تلاقيه عامل زي المخده كده المريحه، تمام. شايف دي اللي احنا اللي هي الملزمه على الكتاب، اللي هو ايه، المخده المريحه. فاقوم حاطط الملزمه اللي هي تاني خطوه على الكتاب المريح اللي هو المخده المريحه، ومع القلم ماسكه كده في ايديك. واحلى نومه يا معلم، واحلى نومه يا معلم، ونجحنا والله نجحنا بالنتيجه وفرحنا، ونجحنا والله نجحنا بالنتيجه وفرحنا، رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا، رفعنا الراس وقمنا بعالي الصوت وصحنا، ونجحنا ونجحنا. طبعا وبالحركة دي وبالخطوات التلاتة اللي انا قلت لك عليها، بإذن الله اضمنك انك تجيب. ما تنساش شير في الخير، ماشي، تمام، ولايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة، وادخل شوف بقى حاجات كده في القناة كتير. انا هنام بقى، ماشي. صح، نسيت اقول لك حاجة، اروح لك شير الفيديو ده لكل اصحابك. تعرف ليه؟ هقول لك ليه. عايزين الناس كلها تنجح يا جماعه، عايزين الناس كلها تنجح يا جدعان. انا قاعد بقول الناس بتسقط ليه، ما تنجحوا بقى يا جدعان، ما تنجحوا يا جدعان، ونجحنا والله.